اهلا وسهلا عزيزتي، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم حب الموديلات جد راقية وجميلة جدا لعشاق جلابات بالطرز والرندة. كاين هاد الجلابة الاولى باللون الاحمر وبالرندة في اللون الاسود. كما كيبان لكم كاينه الطرزه في الصدر وفي الكميمات وفي في اللون ديال الجلابه لعشاق اللون الاسود والاحمر. جلابه مخزانيه، يعني كما كتشوفوا يعني لوين كيحمق، يعني اللي كيعشق هذا اللون. هذا كاينه هاد الجلابه هادي حصيره براندا، جو داخل فيها جوج ديال اللوينات كما كتشوفوا كما كيبان لكم، يعني جميله وراقيه لعشاق راندا. يعني زوينهم الا بقيتوا معنا حتى اللعبه، ما تنساوناش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد والحصري على الموضه. وشنو اللي كاين؟ كاين هاد الجلابه هادي حتى هي براندا، داخل فيها اللوينات كما كتشوفوا، يعني بحال شكل ديال برشمان ولكن هي كلها راندا. حتى هي مخزانيه لعشاق اللون الاسود، يعني كاينين لوينات كل واحد وشنو كيبغي، والناس راقيين وجميلين. كاينه هاد الجلابه هاد اللوينه هاد لون كاشيري، كاينه معين وقفه حتى لتحت وداخل كما كتشوفوا طريزه في نص طوق نص طوق الصدر، عفوا في الصدر وداخل مخيطه بالخضر، يعني كما واخدين في طريزه يعني باش كنفتحوا اللوين ديال الجلابه. كاين عاوتاني هاد الجلابه هادي تاهي عين عقده حتى لتحت ومطروده بالمردوخ، يعني دايرين فيها اللوينات وخفيفه كما كتشوفوا، ماشي عريضه بزاف، يعني هاديك كميه طرو هكاك فيها، يعني شي حاجه زوينه. كاينه هاد الجلابه عاوتاني عين عقده حتى لتحت وبالطرز التونسي هادي باللوينات تاهي كما كتشوفوا، الدريس سوا باللوينات، يعني شي حاجه زوينه. عقيدات بلديين، يعني شي حاجه راقيه. كاينه هاد الجلابه اللون الاسود ومطرو راندا كما كتشوفوا، ومطروزه راندا مطروزه، يعني راندا رقيقه ماشي عريضه بزاف، ولكن داخل فيها شويه ديال الطرز كما تشوفوا دريس.